مرحبا من جديد. معنا اليوم الطريقة الثالثة والأخيرة للتعبير عن حدث سوف يحدث في زمن المستقبل البسيط، الفوتورو سيمبلي. الطريقة تقول: يكفي علينا أن نحضر الفعل بالمصدر دون حذف أي شيء منه وإضافة نهايات زمن المستقبل البسيط إليه. نهايات زمن المستقبل البسيط كالآتي: A as a emos as an. مرة أخرى: A as a emos as an. جملتي هي: سأسافر غدا. الفعل يسافر بيخار، يخار فعل بالمصدر لا أحذف منه شيئا، أضيف إليه النهاية اللازمة بزمن المستقبل البسيط مع ضمير الفاعل جو الذي هو أنا، فيصبح ميخاري، ميخاري سوف أسافر. أنت سوف تسافر ميخاراس، ميخاراس. سامي سوف يسافر سامي ميخارا، سامي ميخارا. هذا الحال ينطبق على جميع الأفعال المنتظمة في زمن المستقبل البسيط. Esto de por hoy. Hasta luego.